اقطع الكلام، اقطع الكلام راجع. الناسي ويا الحياة تسير بسجة حاضر وبعد تكويني وفناء الدور واللي يبقى العمل شاهد وصفحات ذكريات اعمال تتدبر لكل واحد وعلى مقدار اهميته يتكون الى العقد يلي يرسم صور فعلا لا نقص ولا زايد والصالح يظل خالد على هالقاعدة ارسمها صورة حذاري وشاهد كل دور الذي مر بي عالم حكيم جاهد رسمة بكل سلوك اشجان معزول وواصي وقائد رسمة ويا حوارية رسمة بمنزل والد رسمة بتربية جيلة وجيلة والوارد بصورة خص رجل اعمال واقع ناحية تمثال بصورة خص رجل اعمال واقع ناحية تمثال بلسان وشوفت بحب الحملة ويا صحبة والتيبة عليلها وخير طبعي
ثوب ناوي ابني العاص وشرحي وإب نبي وقاص الأشعاد وإب ناوي ابني العاص وشرحي وإب نبي وقاص وشاف الفارسي وعمار والأشتار هذه الأرض يا حيدر.
ويدري عين باخ وينسي الزاد حاجات هتريد وياهو لمين عقيلة ولا اخوه ولازم يفيد اجاي المرتضى بمطلب اللي يتنافس تقاليد اجاي يطلب قصر منا برخام يمطع يطلب نجد والشام ويسود حرارة ويعبيدة اجاهب طلب ملك الري ويتسلم مقاليدة احليف عن عقيلانة موها عيش عيشي لا يزيد عقلي من الخليفة عيش عيشي لا يزيد وعالي ولا عقيفة ويا الحق شعار الخصم وعضيدة وحيدر واحد لكن حمال بمنزل حديدة من جد واحد ولن يلكو يحتف لب انا شيدة علي امنا علما لا عضيدة وابيدة جعل مني سخوم قياس اذا امتدت المال الناس جعل مني سخوم قياس اذا امتدت المال الناس تتجوى واذا فالتقاليد اجا يطلب قصة
خار من ابرق عمين طعام يشيد الجاي يطلب ناجد وشع ويسود حرارة ويعبيد الجاهي بطلب ملك الري ويتسلم مقاليد احلف عن عقيلان مو هذا اللي يريد عقيل من الخليفة يري صاعيش عيلي لا يزيد وعالي ولا شعار الخصم ويعضيد وحيدر وعيد لاجن حمال بمن بلا حديد من جت هواهي ولن الكو يهتف لاب اناشيد عليا لا عضيدك وابيده جعل مني سخوم قياس اذا امتدت المال الناس تتشوى واذا عاودت تتوذر ومن كل بيت خذ حرمة داري الهرتف حصيته زينب دارها بالطف وهندي بروحي استهديته يا اهيتي في الدين دمي ويا هتي هجيمي على الدين وتقوم تمثلي بميته احنا انا التربية تبين وتبيني العبونيته هندك لك شبيد وفات وزينا بقد بعد هندك لك شبيد وفات وزينا بقد بمات اكبر ذيك تربية حرب الفلا يطهر هاي
شوفي ايش اثرت بحسي وليها بذكرك يطلع واحد طلب تداولة عليك الجيش هتجمع تشوفا ويلا بقبضتها وتسمع بيانها يصدع لا اعطي بيدي ياقه اعطائي الذي يخضع قالوا لا يا ابو اليمة اسمع راينا ويقنع نقطع خنصيري بعد نقطع اذا ما فك الاستسلام بيدك هاي يتوقع قالهم خنصيري وراسي ويدي وجسمي يتوزع لا عيني تشوف الصك ولا اذني لا تسمع ايد العززت اسلام ما تؤمن بالاستسلام ايد العززت اسلام ما تؤمن بالاستسلام عاشت وتسلم يا ابو الاكبر وين نذرك بعد نيدك.
اصبح مثال التضحية الكل جيل تشوفه انقطعتي ومالت سيبت بس لا ليلي ينوي ضعت بجيل او جيل.